من التلفزيون الجزائري النشرة المحلية، السلام عليكم. والمستهل من ولاية البليدة، حيث تواصل السلطات المحلية عملية ترحيل قاطني السكنات الهشة إلى سكنات جديدة، وهذا في إطار برنامج مخصص للقضاء على السكنات الهشة. وتحصي الولاية حوالي 15,000 وحدة سكنية من مختلف السياق، سيتم توزيعها ابتداء من شهر أفريل المقبل. المتابعة في الموضوع مع عبد الجبار بن يحيى. يوم جديد في البليدة، يستفيد فيه المواطنون من سكنات جديدة. يتفقد العم علي شقته هنا في ضواحي مزايا، حلمه في الاستفادة من سكن يتحقق اليوم. الله يحفظكم، والله ينصركم، والله إن شاء الله الله يعطيكم الخير على الخير، واسترتونا ربي يستركم إن شاء الله. الحمد لله بهذا السكنات، سمعتني؟ شكرا شكرا. والله يحفظنا ويحفظ بلادنا ورئيسنا وام وشعبها وامتها قايتين ان شاء الله باذن الله. الحمد لله، والله ينصر البلاد والعباد، والله ينجل شدنا لبعضنا بعض. ضربك وبكيت، انا ضربك وبكيت لخاطر من الفرحه. يمثل قطاع السكن الاولويه القصوى للدوله، تم انشاء تجمعات سكنيه واقطاب جديده يتم تسليمها قريبا. بمختلف صيغ، يعني سكن اجتماعي إيجاري عادل تساهمي البيا، يعني تقريبا عندنا 15,000 سكن اللي راح إن شاء الله يكونوا واجدين في ولاية البليدة في 2024، وراح إن شاء الله تكون الفرحة واستفادة كبيرة هنا اللي راح تكون في هذه الولاية. الحصول على سكن لائق عبر صياغ مكيفة وموجهة هو التزام للدولة يتجسد إلى ولاية الأغواط، حيث استفادت ساكنة البوادي والمناطق النائية ببلدية سيدي مخلوف من عدة مشاريع تنموية، منها الطاقة الشمسية وحفر أبار ارتوازية لفائدة مربي المواشي، وعمليات أخرى خصت السكن الريفي والنقل المدرسي والكهرباء الفلاحي. تفاصيل الموضوع مع فؤاد حماني. تجمعات ريفية ببلدية سيدي مخلوف تم ربطها بالطاقة الشمسية، ما يزيد عن 80 مستفيدا ببادية إقليم البلدية المترامية الأطراف أصبحوا في ظل هذه الطاقة البديلة، خدمة كرست استقرار هؤلاء الساكنة والحفاظ على مهنتهم في تربية المواشي. هذا البرنامج في توزيع هذه الأطقم يدخل ضمن المخطط البلدي للتنمية، إضافة إلى تهيئة عدة مسالك فلاحية على مسافة 20 كيلومتر ضمن صندوق تنمية الجنوب و8 كيلومترات مسالك ريفية ضمن برنامج ميزانية الدولة 2024. ثمن مجهودات الدولة طاقة شمسية، البناء الريفي، نقل الأطفال، هيك كثر خير الدولة أعطتنا الريف، البني الريف، وخدمتنا الطريق، وأعطتنا النقل المدرسي، وأعطتنا الدولة البني الريفي، وأعطتنا الطاقة الشمسية، وماهيش كافيتنا، وأعطتنا النقل المدرسي، راه يجيني هنا ويعقب حتى للدوار حتى للكاف. والحمد لله جاتنا تريسيتي، ان شاء الله راح تزيد في الانتاج ان شاء الله. دوك جاتنا تريسيتي، احنا السيغرا نتاعنا يكون هنا، ما كنا كري كنا ضايعين، كان عدوا وليداتنا عدنا وليداتنا يعودوا يقراوا هنا، الا كانت تريسيتي ما عدناش تريسيتي ما يقدروش يقراوا هنا. ومن اهم البرامج الفلاحيه الهامه ربط 30 مستثمره بالكهرباء الفلاحيه على مسافه 20 كيلومتر ووضعها حيز الخدمه، كما استفادت 50 مستثمره اخرى ضمن البرنامج الوزاري المركز بمشروع الربط الذي سيدخل في الخدمة قريبا. بموازاة هذه المشاريع الحيوية، سخرت لتلاميذ المجمعات الريفية أزيد من 10 حافلات للنقل المدرسي. شكرا، جبت لنا حافلة جديدة تدينا وتوصلنا، شكرا لكم جزيلا، وشكرا للدولة. كنا نكرو غير في السيارات، معناها ما نجيناش الحافلة، كانت كنا غير نكرو سيارات ونجو فيها. دوكا ربي يحفظ الدولة، حافلة مدرسية. كيفاش كانت الطريق؟ راهي كانت بكري تعبكم شوية الأولاد. إيه كان طريق مش مليحة، كان ودوكا لاباس، كان الحمد لله. مرة تروح نمشي، مرة تدينا بها في المواطن. ودركا أكد أن النقل المدرسي. ومن جهة أخرى، تم توزيع 67 إعانة في إطار البناء الريفي ضمن المناطق المبعثرة وغرس 20,000 شجرة، مشاريع تكرس العيش الكريم لساكنة المناطق الريفية بهذه البلدية. ولتفاصيل أوفى حول الموضوع معنا فؤاد حماني من بلدية سيدي مخلوف بولاية الأغواط. مساء الخير فؤاد.
إذا نحن في منطقة عطية بن فرج. بن فرج، هذه المنطقة التي تشاهدون منطقة ريفية رعوية بامتياز في إقليم بلدية سيدي مخلوف بولاية الأغواط. هذه المناطق تتواجد بها الكثير من المنازل ودور لأصحاب هذه المنطقة التي استفادوا مؤخرا بالطاقة الشمسية والعديد من المشاريع التنموية كالمسالك الريفية كالبناء الريفي. لإعطاء تفاصيل حول هذه المشاريع وهذه الخدمات التي مست هذه الفئة من الساكنة، نستضيف معنا سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيد مخلوف. السيد مخلوف سلام. شكرا سيدي الفاضل. وبحكم منطقة بلدية سيدي مخلوف منطقة رعوية فلاحية بامتياز، ومنذ تولينا رئاسة المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي مخلوف قمنا نحن رئيس بلدية سيدي مخلوف بمتابعة المناطق المبعثرة والمناطق المعزولة واللي هي مناطق الظل. أول حاجة بدينا بها قمنا بتجهيز أربع آبار بالطاقة الشمسية وبتجهيزات. عندنا البئر الأول واللي هو جاي في منطقة عطية بن فرج. البئر الأول هذا مستفاد منه حوالي 15 ولا 20 فلاح موال. عندنا البئر الثانية اللي هو في منطقة جبل الأزرق، مستفادوا منه حوالي 25 موال. بئر عين بقرة اللي هو في الكاف الأزرق. وعندنا البئر الثالث اللي هو بئر الديلمي بمنطقة القلات. منطقة القلات هذه تبعد عن مقر البلدية بحوالي 65-70 كيلومتر، واللي هي منطقة معزولة ومصنفة في مناطق الظل. استفادت من تجهيز البئر بالطاقة الشمسية وبالتجهيز تاعو كامل، يصغلوا حوالي 15 فلاح. استفدنا ثاني من النقل المدرسي. اليوم احنا قبل ما نسجلوا العملية نجيبوا بيس للنقل المدرسي، أول حاجة نبدأ بالطريق. مؤخرا استفدنا من 8 كيلومتر تهيئة الطريق. هي طريق كانت مخدومة من ديغراتيا اللي كنا نشوفوا فيها ذركا، اليوم راه النقل المدرسي يروح لها. شكرا سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي مخلوف. ونذكر كذلك أن هناك مشاريع قطاعية عديدة جدا سنستمر مع مسؤولي هذه البلدية وهذه الدائرة لمتابعة هذه المشاريع، وسننقلها إن شاء الله فيما تخدم الساكنة وتخدم شباب هذه المنطقة. شكرا لك فؤاد حماني على كل هذه التفاصيل، والشكر موصول كذلك لضيفك الكريم. وفي إطار مرافقة الدولة للمواطنين خاصة ما تعلق بقطاع السكن، تم ببلدية سطيل بولاية المغير وضع حيز الخدمة الشبكة الكهربائية للتخصيصات الاجتماعية 200 تجزئة. التفاصيل مع خالد بن جرينة. في إطار متابعة برامج التنمية المحلية على مستوى إقليم بلديات ولاية المغير، تم وضع حيز الخدمة الرابطة بالشبكة الكهربائية للتخصيص الاجتماعي 200 تجزئة على مستوى بلدية سطيل. عملية الربط بالكهرباء اعتبرها المستفيدون مشجعة لهم على مواصلة بناء تجزئاتهم والسكن بها مجرد انتهاء الأشغال بها. نعتبرها تشجيعا لاستكمال المشروع والمواطنين للقطون بهذا الحي. انطلاق شبكة الكهرباء إلى التخصيص رقم 200 التي فكت أزمة بالنسبة للشباب والسكان. الكهرباء هو عنصر هام جدا في البناء ولا في القطاع البناء هذا. بدون كهرباء يعني تنقص الوتيرة تاع الأخر، ويشجع الكهرباء تشجع السكان على البناء وعلى السكن. التجزئة الاجتماعية 200 حصة ببلدية سطيل، إضافة إلى انطلاق عملية ربطها بالشبكة الكهربائية، هي مدعمة بعدد من الشبكات الضرورية المختلفة. العملية جارية، تقريبا شبكات المياه صالحة للشرب وشبكات المياه المستعملة تقريبا متكفل بها. حاليا فيه 14 موقع اللي رايحين نزودوها كمرحلة أولى بالكهرباء وأيضا الغاز. تسجيل مثل هذه المشاريع التنموية بالمنطقة من شأنه المساهمة في تطوير وتحسين واقع المواطنين المعيشي.
وللحد من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، شرعت شركة سون الغاز في تطبيق المرحلة الثانية من المخطط الخاص بتزويد بيوت الزبائن بكاشف أحادي أكسيد الكربون، حيث سيتم توزيع العملية لتعمم في كل ولايات الوطن. المتابعة في الموضوع مع عمر خالدي. أعوان مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية غليزان على استعداد لمواصلة عملية تركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون للحد من حوادث الاختناق. اليوم راه مجاو عندي جماعة سون الغاز، ركبوا لي ديتيكتور وفهموني في السوق تاعو واش يدير زعما الاحتياط، كيتشعل الحمراء معناتها فتح النوافذ. فهمونا كيفية الاستعمال تاعهم وكيكون المؤشرات الأحمر الإنسان يقوم بالتهوية وبإطفاء المدفأة وتهوية المنزل. العملية التي تنفذها مصالح شركة سون الغاز تتمثل في تزويد وتركيب جهازين للكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون في كل بيت مجانا، وذلك بعد معاينة التركيبة الداخلية للزبون للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة. مصالح سون الغاز اللي بولاية غليزان تحصي 222 ألف زبون معني بعملية تركيب الكواشف. هذه العملية انطلقت شهر ديسمبر الماضي ومستمرة إلى غاية تمكين جميع الزبائن من هذه الكواشف. فهم لهم على الجهاز كي يشتغل من الإنذار النقطة الحمراء والشعار تاعه وثاني السينيال كي كان السينيال طيق تسمعه من داخل الغرفة. مبادرة تستمر إلى غاية وضع أكبر عدد من الكواشف في البيوت مع ضرورة غرس ثقافة وضع الكواشف عند المواطنين لسلامة أرواحهم. ختام الموعد الإخباري المحلي لنهار اليوم، في أمان الله.